الشباب هم صنيع الحرية والديمقراطية، فهم يبنون الأوطان والإيديولوجيات. الحرية غير مقرونة بفرص لبنائها، الحرية لا تحتاج إيديولوجيا، الحرية هي حالة فكرية، نفسية، تجربة إنسانية. والتغير الإصلاحي الطوعي هو الذي سيجعل الشباب يدركون حالة الحرية. أنا ترددت قبل ما أبعث لك هاي الرسالة، بس توقعت منك تليفون واحد بعد لقائنا، أو أنه على الأقل تبعث لي مسج تطمن فيها أني وصلت على البيت بعد ما تركتك. بصراحة أنا مصدومة بتصرفك، كيف هيك بعتتني بسيارة لحالي بدون ما تتنازل حتى وتوصلني؟ للحظة خلتني حس أني بنت رخيصة وما لي أي قيمة، لسبب بسيط أني رحت معك على البيت. كأنه كل وحدة بتروح على بيت واحد يعني إنه هي بتتحول للا شيء. حاسة إنه كلامي متفكك وما له أي معنى، بس anyway يمكن هو انعكاس لحالتي النفسية يلي سببت لي إياها. عائدة، غير سارة اللي بتشوفيها بالعادة بالبيت. عم تضحك؟ هي أول مرة بشوفها عم تضحك. كل الصور اللي إلها براسي هي وعم تبكي وعم تصرخ. سارة كانت تشتغل عندك شي؟ سارة كانت أكثر وحدة مقربة لإلي قبل ما تعمل عملتها وتخالف القوانين. أي قوانين؟ قوانين عهدتني عليهم وخليت فيهم. عن جد سارة كانت تسرق وتشتري مخدرات؟ الله يوفقك قلي الحقيقة، أنا كل هالسنين ما عم بسمع غير هالقصص عنها. سارة كانت تشتغل معي بالتوزيع. أنت بتوزع مخدرات؟ إيه مخدرات. هالمخدرات مثلها مثل أي شيء تاني، مثلها مثل الفاست فود، مثل البيرة، مثل الشوكولا، مثل أي شيء بيوهبنا السعادة وممكن بنفس الوقت إنه يأذينا. إيه بس المخدرات بتشل العقل؟ سوري، يعني المهدئات اللي بتاخديها ما بتشل الدماغ. تا
عدالة. أحيانا نحن بحاجة إنه نوقفه لهاد مشان نعمله ريستارت ليرجع فريش ونفكر صح من أول وجديد. هاد يلي كنت أنا عم حاول فهمه على سارة، بس سارة صارت تاخد المخدرات هوات ما توزعها، ولما دريت بهذا الشي سألت كتير. والكينج لما بيزعل يعني بيغضب، وطلبت منها حق المخدرات، ومشان هيك صارت تسرق وصارت تعمل أشياء تانية لحتى تأمن حقهم. يعني أنت السبب موت سارة؟ أنت اللي خليتها تسرق مشان تدلك مصاريك؟ أنت ولا موتها ولا كل شي عم يسوي أبي فيني؟ صار كان بسببها. أنا حاولت ساعدها كتير بس هي ما رضيت، كانت معندي كتير. حاولت إنه ريحة من حالها، ريحة من أبوكي وجيبها سكنها هون عندي بغرفتها، بس ما كانت ترضى. وما كانت ترضى بسببك أنت، ما كان بدها تعذبك، ما كان بدها أبوكي يساوي فيكي مثل ما سوا فيها. هيك ببساطة، that's it. أمي شبك؟ ما في شي، تعبانة شوي. شو في؟ شو صاير؟ قوليلا خليها تشوف من كتر شره طلع براس واحد منها. مشان الله حكي لي شو صاير. والله ما في شي يا أمي، مرضانة شوي. لساتك بتخافي علي وقابلة همها؟ قوليلا أنه طلع معك كتلة. عن جد الحكي اللي عم يقوله؟ ايه عن جد. من كتر ما نقيتي وعملتي مشاكل طلع مع امك كتلة. انبسطتي؟ هي امك رح تموت وانت رح تضلي مقمزة بوشنا. كرمال الله يا مصطفى ترحمها لهالبنت، كرمال الله اعمل لك. عن جد اللي قاله؟ شلون هيك صار؟ كان في كبتولة صغيرة تحت صدري بشوي، شفتها اكتر من مرة. سألت جارتي، قامت قالت لي لازم اروح على الدكتور، وهي جيت انا وابوكي من عنده. قال لي طالع معي ورم بصدري. كل هالشي عم يصير فيكي وما لي عارفاني؟ شو بدك تعملي لي لك بنتي؟ انت ليل ونهار مشغوله. وهلا شو بدنا نعمل؟ قال الدكتور لازم اعمل ايكو واشعه لحتى يحللوا الكتله ويشوفوا اذا سليمه ولا لا. لا ان شاء الله بتطلع سليمه، ما بيطلع عليكي شر. امتى بدك تروحي تعملي التصوير؟ بكره. انا رح روح معك، خلص ما رح اتركك لحالك. لك حاجه تنقي بدنا ننام. مازن يلا على تختك.